فن التصميم المعماري وهندسة البناء. برحب بيكم من داخل مصنع إبداع، وبرحب طبعا يعني مضيفنا في مصنع إبداع الدكتور طارق الخضيري، الفنان التشكيلي ومدير عام مصانع إبداع. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، شرفتونا والله. ماذا يميز ويتميز أو تتميز به مدينة كنوز هو مركز إبداع أو مجموعة مصانع إبداع؟ تمام. ليه؟ حضرتك طبعا شفت المدينة، أكبر رقعة صناعة رخام في الشرق الأوسط، إذا ما كانتش مصنفة على مستوى العالم بالمعلومات اللي قالتها الشركات اللي كونت هذه الماكينات والمصانع جوه. يعني في وسط الصناعة الضخمة دي والطاقة الإنتاجية الضخمة دي، كان لازم يكون ليكي بصمة تخرجك بره، تطلع بره الجاذبية الأرضية في المنافسة. أي صناعة في الدنيا هي قائمة على جزء من الاقتصاد، وعشان تحققي الاقتصاد بتاعك وتنميه لازم تكوني متميزة، لأن هذا القطاع من الصناعة على مستوى العالم فيه منافسات شرسة. عشان تتواجدي في وسط الصناعات الضخمة دي ودول ضخمة جدا في إمكانياتها وفي مصانعها، كان لازم يكون عندك أنت اللي يميزك. وإحنا زي ما حضرتك قلتي من شوية، من قديم الأزل وإحنا أعظم حضارة بناء. حتى اليوم اللي إحنا فيه العالم كله يبصم بالعشرة إن الحضارة الفرعونية هي أعظم حضارة بناء في التاريخ. النهاردة إحنا إيه اللي ميز الحضارة دي والتاريخ ده وصل لنا إزاي؟ عن طريق النقش على الحجر. حجر اللي هو أصلا أصل الخامات بتاعتنا. احنا عندنا طاقه انتاجيه كبيره جدا، كان وعندنا مصانع مكمله تاخد المهلكات بتاعه المصانع وتحولها الى صناعات جديده، مصدر دخل، وفي نفس الوقت كمان بتخليك صديقه للبيئه، ما عندكيش مخرجات بتترمي. فده كان لازم يكون جنبه بصمه فنيه قويه، عشان انت مصر، انت في الاخر مميزه، انت عندك تاريخ، عندك زخم لايبراري غير عاديه من الفنون على مدار التاريخ. احنا في مصنع ابداع والتكامل اللي حصل في مدينه كنوز جوه مصنع ابداع خلانا حبه الكريز بتاعه المصانع. هم 13 مصنع، احنا رقم 14 وفي 15 دلوقتي ما شاء الله، الاثنين ابداع. بيميزنا قدرتنا على تحويل هذا الحجر. على فكره الحجر المصري هو لايم ستون، في عندنا جرانيت قوي جدا، احنا رقم 2 في العالم تقريبا في الجرانيت. انما في الرخام خمس العالم تقريبا من البيج موجود عندنا في مصر. هنقول السواد الاعظم من الثروه المعدنيه بتاعت مصر هي حجر، بس حجر جيري لايم ستون، عمره مش عمر زي الرخام اللي هو المصقول العمر الطويل. طب انا النهارده الخامه دي لايم ستون فيها عيوب، بتنقر، فيها عيوب ان هي بيكواها ملح، انا العيوب دي بحولها الى ميزه، فبقيت اعمل اللوحات الفنيه بالنقش على هذا الحجر وعتقه واديله تاريخ، فتقف قدام القطعه يا ترى دي عمرها كام الف سنه وانا لسه عاملها الاسبوع اللي فات. هي دي الميزه بتاعت مصنع ابداع. بيجي لي عميل من امريكا بالحضاره بتاعته بالثقافه بتاعته، عايز يعمل حاجه تعبر عن تاريخه، يجي لي يشرح لي واذاكر معاه ونقعد ونحط ديزاينز، او هو بيجيب ديزاينز عن طريق المكاتب بتاعتهم الاستشاريه ويحطوها في مداخل اعظم فنادق في العالم. الخليج عندنا شغل جامد جدا. في مصر هنا الحمد لله دخلنا في اعظم مشاريع موجوده في العاصمه والجمهوريه الجديده، بان احنا بنحول هذا الحجر الى قطعة فنية وفريده، كل قطعه غير الثانيه. وابداع مصر غير محدود. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق الخضيري، الفنان التشكيلي ومدير عام مصانع ابداع داخل مدينه كنوز مصر.